بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نشرة رياضية جديدة وإطلالة إخبارية من قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة لمتابعة كل ما هو جديد في النادي الأهلي، سواء في قطاع كرة القدم أو الألعاب الجماعية والألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة أيضا لمباريات كأس العالم ومرحلة الدور ربع النهائي الأخيرة، مباراتين في ختام هذا الدور السويد وإنجلترا، وأيضا مباراة أخيرة في مساء هذا اليوم في الثامنة مساء مباراة روسيا وكرواتيا. بالطبع خلال الساعات الجارية هناك العديد من الأخبار وهناك العديد من التفاصيل، سواء المتعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي في كرواتيا أو فيما يتعلق ب يعني اهتمامات مجلس الإدارة في خلال الفترة الحالية، سواء في معسكر أو مصيف الأهلي في مطروح، وأيضا كمان الأمور المتعلقة برعاية النادي الأهلي وخلال الفترة القادمة ما هو الجديد بالنسبة لرعاية النادي الأهلي والتفاصيل القادمة الخاصة بتطورات هذا الملف في الساعات القادمة. جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة يمكن لا حديث يعلو عن حديث مباراة الأهلي وتاونشيب في بتسوانا، مباراة بطولة أفريقيا في الجولة الثالثة والجولة الرابعة، لكن في نفس الوقت أيضا هناك اهتمامات كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بملف الرعاية والقرارات المزمع اتخاذها خلال الساعات الجارية. لذلك كان هناك قرار هام جدا وخبر تم إعلانه منذ لحظات قليلة عبر النادي الأهلي بشكل رسمي. عنوان هذا الخبر الشركة الراعية صلة مصر تطلب إتمام التعاقد مع النادي الأهلي، والنادي يشكل لجنة لدراسة الموقف. وبالتالي قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمود فهمي، وتضم كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الإدارة، وذلك لدراسة الخطاب الذي تلقاه النادي صباح اليوم السبت من شركة صلة مصر، والتي أكدت فيه رغبتها في إتمام التعاقد مع النادي للحصول على حقوق الرعاية لمدة 4 سنوات قادمة، وهو الأمر الذي ينافي الخطاب الذي تلقته الإدارة التنفيذية بالأهلي من شركة صلة السعودية قبل يومين، تؤكد فيه عدم رغبتها في إتمام إجراءات التعاقد بخصوص مزايدة الرعاية. ولما كان خطاب شركة صلة مصر يختلف مع خطاب شركة السعودية في المضمون والرغبة من حيث إتمام التعاقد، لذا قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تشكيل اللجنة المشار إليها ودعوة كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين الصندوق لحضور اجتماعات اللجنة، والتي تبدأ عملها في 12 من صباح غدا الأحد، لدراسة المكاتبات الواردة من شركة صلة مصر والسعودية ورفع تقرير لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي. كانت شركة صلة قد فازت بالمزايدة التي جرت على حقوق رعاية الأهلي قبل فترة مقابل 500 مليون جنيه. بالطبع هذا الملف يمكن جمهور النادي الأهلي والجميع بيتابع هذا الملف بشكل كبير جدا، في ظل أن هناك يعني العديد من المواقف والعديد من القرارات اتخذت خلال الساعات القليلة الماضية، لكن جاء بيان النادي الأهلي وقرار النادي الأهلي بتشكيل لجنة لدراسة الموقف بعد الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي ظهر اليوم من شركة صلة مصر، وبالتالي هناك لجنة ستدرس هذا الملف بشكل جيد جدا، ثم يعني إصدار توصيات وعرضها ودراسة الموقف بشكل إيجابي وعرض الموقف على مجلس إدارة النادي الأهلي في الاجتماع القادم بإذن الله لدراسة هذا الموقف بشكل كبير جدا. هناك قرارات وهناك بيانات بتتخذ في فترات معينة، لكن سيذكر التاريخ هذه القرارات وهذه البيانات على مدار فترات زمنية بعيدة لأهمية هذه القرارات وأهمية هذه المواقف، ودائما النادي الأهلي له مواقف سباقة في مثل هذه الأمور عندما يتخذ موقف رسمي وعندما يدرس كل ملف على حدة لمصلحة النادي الأهلي ولمصلحة أعضاء النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. أيضا من الأخبار الهامة يمكن النهاردة وإحنا بنتابع هذا الخبر الهام، هناك خبر أيضا مهم، الكابتن محمود الخطيب النهاردة صباحا كان في منتجع الأهلي بمرسى مطروح وتفقد منتجع الأهلي في مرسى مطروح، وبالتالي قال العميد محمد مرجان رئيس مجلس أو قال العميد محمد مرجان العميد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد حرص اليوم السبت على زيارة منتجع الأهلي بمرسى مطروح على رأس وفد ضم المدير التنفيذي وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وكان في استقبال الخطيب والوفد المرافق له نبيل هلال مدير المنتجع. وأضاف مرجان أن الخطيب حرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة داخل المنتجع، وشاهد عملية تسكين الأعضاء مع بداية فترة إقامة الفوج رقم 13،
ومغادرة الفوج الذي سبقه، وتحدث مع الأعضاء لمعرفة احتياجاتهم وأرائهم في الخدمات المقدمة لهم. وأوضح أن الخطيب طلب من مسؤولي المنتجع إعداد دراسة شاملة مع نهاية الموسم الصيفي هذا العام تتضمن كافة احتياجات الأعضاء ومطالبهم لتلبيتها فورا قبل انطلاق الموسم الصيفي الجديد في العام المقبل. كانت الإدارة التنفيذية قد نجحت هذا العام في زيادة عدد الأفواج من 18 إلى 26 فوج، مع تخصيص 13 فوجا لرواد النادي لتلبية الطلب المتزايد من أعضاء الأهلي بقضاء مصيفهم في مرسى مطروح والاستمتاع بمنتجع النادي وما يشهده من تطوير وارتقاء مستمر بالخدمات. يذكر أن منتجع الأهلي بمطروح يشهد بصفة مستمرة طفرة خدمية وإنشائية كبيرة مع بداية كل موسم صيفي تتضمن تجهيز كامل للغرف والأساس والمطعم لاستقبال الأفواج وتلبية احتياجاتها وتوفير كل سبل الراحة لضمان قضاء فترة استجمام طليق بطموحات أعضاء النادي وبقيمة ومكانة النادي الأهلي. دايما هناك اجتماعات مستمرة وزيارات مستمرة خلال الفترة الأخيرة سواء داخل فروع النادي الأهلي في مدينة نصر والشيخ زايد والمقر الرئيسي في الجزيرة للإنشاءات الهندسية، لكن أيضا منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح والمصيف الخاص بالنادي الأهلي بيولي مجلس إدارة النادي الأهلي اهتمام كبير جدا ليه. العميد محمد مرجان أيضا في تصريحاته قال أن النادي الأهلي يسعى لإضافة 30 غرفة جديدة بمنتجع مطروح، حيث أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كلف المهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لتعليق دور إضافي في منتجع النادي بمرسى مطروح لإضافة 30 غرفة جديدة لخدمة الأعضاء وتلبية الطلب المتزايد على المنتجع. جاء ذلك خلال زيارة التي قام بها الكابتن محمود الخطيب لمنتجع الأهلي بمرسى مطروح على رأس وفد دم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب والوفد المرافق له نبيل هلال مدير المنتجع. وتابع الخطيب خلال الزيارة عملية تسكين الأعضاء مع بداية فترة إقامة الفوج رقم 13 ومغادرة الفوج الذي سبقه، وتحدث مع الأعضاء لمعرفة احتياجاتهم وآرائهم في الخدمات المقدمة لهم. زي ما قلنا لكم اهتمامات كبيرة جدا من إدارة النادي الأهلي بمنتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح، وبالتالي زيادة كمان عدد الغرف لاستيعاب العديد وتواجد أكبر عدد من الأعضاء خلال فترة الصيف، في ظل أن هناك طلبات كثيرة جدا من أعضاء النادي الأهلي تحديدا في ملف الرحلات للسفر إلى مرسى مطروح. ومنتجع عالمي، منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح بيشهد تطور كبير جدا في السنوات الأخيرة، ومن المنتجعات اللي كانت هناك زيادة كبيرة جدا في حضور الأعضاء خلال السنوات الماضية. بنتكلم عن إنشاءات هندسية وبنتكلم عن تطوير في كل فروع النادي وفي المقر الرئيسي في الجزيرة، لكن بالطبع كانت تفاصيل مهمة جدا، مهم ان احنا نطلع بيها جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي حول هذا الملف، خاصة ان هذا الملف في مجلس ادارة النادي الاهلي بيولي اهتمام كبير جدا به لمتابعة كل هذه الملفات، وخاصة الخبر اللي احنا بدأنا به نشرتنا الرياضية المتعلق بشركة صلة والخطاب الذي تلقاها النادي الاهلي. وبالتأكيد هناك لجنة ستدرس هذا الملف في الساعات القادمة، واول اجتماع لها غدا بإذن الله في الساعة 12 ظهرا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة بحضور الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس الإدارة مع العديد من الاعضاء يعني في هذا الملف لدراسة هذا الموضوع بشكل جيد جدا ورفع الأمر لمجلس الإدارة خلال الساعات القادمة لدراسة هذا الموقف. قرار غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في ملف الرعاية اللي حظى باهتمام كبير جدا من الأعضاء ومن جماهير النادي الأهلي والوسط الرياضي بشكل كبير. أخبار فريق كرة القدم، وكلنا بالأمس طبعا تابعنا المباراة الودية لفريق النادي الأهلي، كان بيلعب مباراة ودية مع فريق أولمبيا السلوفيني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. كانت أولى المباريات الودية في معسكر فريق النادي الأهلي بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد. فريق النادي الأهلي بعد مباراة الأمس بيواصل تدريباته في معسكر كرواتيا استعدادا للموسم الجديد، وخاض الفريق مرانا وحيدا مساء اليوم السبت أو يعتبر في هذه اللحظات بعد خوض المباراة الودية أمس أمام أولمبيا السلوفيني وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. لاعبي فريق النادي الأهلي خضعوا لتدريبات استشفائية ومختص ثلج صباح اليوم السبت للتخلص من حالة الإرهاق عقب مباراة الفريق الودية. كان الجهاز الفني بيفكر في إقامة تدريبين، يعني تدريب صباحي وتدريب مسائي،
لكن نتيجة طبعا السفر بالأمس إلى حدود سلوفينيا وخوض هذه المباراة الودية وبالتالي العودة بعد المباراة مباشرة كان هيبقى فيه لود كبير على الفريق، وبالتالي قرر الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون أن يكون التدريب على فترة واحدة في الفترة المسائية، وتحديدا في هذه اللحظات فريق النادي الأهلي بيؤدي تدريبه في عصر أو يوم النهاردة السبت. كابتن محمد يوسف كان ليه تصريحات مهمة جدا متعلقة بالمباراة الودية بالأمس أمام أولمبيا، وقال الكابتن محمد يوسف أن هي مباراة وتجربة مفيدة وحققت أهداف الجهاز الفني. قال أيضا الكابتن محمد يوسف أن المباراة أوضحت للجهاز الفني مدى استيعاب اللاعبين لفكره خلال المرحلة الأخيرة، وده الأمر أو دي الأولويات أن الجهاز الفني كان بيفكر فيها بشكل كبير خلال التدريبات الأخيرة، وأهمية هذا المعسكر بالنسبة للنادي الأهلي أن يكون فيه مباريات ودية عشان يشوف الجهاز الفني اللعيبة وصلت لأي مرحلة من تقبل وتنفيذ الخطط والجمل الفنية للمرحلة القادمة، في ظل أنه عندك خلاص مباراة مهمة بعد 10 أيام أمام تاونشيب في البطولة الأفريقية. كابتن يوسف قال المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين لمدة 90 دقيقة في إطار سعي الجهاز الفني لتثبيت التشكيل استعدادا للقاء تاونشيب. بخلاف ذلك اطمأن أيضا الجهاز الفني على اللاعبين الدوليين بعد مشاركة كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف. الجهاز الفني كان بيفكر في هذه المباراة بشكل مختلف، وخلال الأيام الأخيرة الجهاز الفني كمان يعني في ظل أن كان مدي راحة سلبية للاعبين الدوليين كان بيشتغل مع اللاعبين اللي ما شاركوش في كأس العالم بشكل كبير وما خدوش مساحات زمنية أو فترات زمنية مع لاعبي المنتخب زي سعد سمير وأيمن أشرف وشريف إكرامي، لكن بدأ امبارح في مباراة أولمبيا السلوفيني بمحمد الشناوي كحارس أساسي. قال الكابتن محمد يوسف ان الجهاز الفني كان في حاجه لتجربه اللاعبين والتعرف على مستواهم بعد فتره التدريب الاخيره، خاصه ان الفريق السلوفيني سيشارك بعد ايام في بطوله اوروبا وبالتالي التجربه هتكون قويه جدا. فريق السلوفيني هو بطل الدوري وبطل الكاس وهيكون مشارك في الادوار التمهيديه لدوري ابطال اوروبا. التجربه كانت قويه للغايه والجهاز الفني حقق الكثير من الاهداف اللي كان عايزها من هذه المباراه. بالنسبه للتشكيل وتغيير طريقه اللعب والاداء اللي ممكن الاهلي يؤديه في الفتره القادمه، الكابتن يوسف كان حاسم جدا في هذا الموضوع وكشف وقال ان نظرا لضيق الوقت صعب جدا ان انت تغير طريقه اللعب بشكل كلي، لكن بتغير في نطاق محدود، وبالتالي الجهاز الفني بيحاول يسعى لتطبيق فكره لكن بالشكل الذي لا يحدث خلل في الفريق وبما يتناسب ايضا مع طريقه اداء المنافس. يعني الفكره ان انت ممكن تغير في التشكيل وفي الشكل بالنسبه لفريق النادي الاهلي وتغير طريقه اللعب، لكن انت في نفس الوقت هتواجه فريق في مباريات البطوله الافريقيه، فانت محتاج تشوف الفريق ده ازاي هتواجهه والطريقه الامثل المثلى اللي انت هتلعب بيها والتشكيل اللي انت محتاج تبدا بيه. صباح اليوم يمكن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اجرى اتصال هاتفي بكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، اطمأن من خلاله على فريق الكره خلال رحله عوده الفريق من سلوفينيا الى المعسكر المغلق في كرواتيا بعد خوض المباراة الودية بالأمس أمام فريق أولمبيا اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. العميد مرجان اطمأن على سير استعداد الفريق في معسكره وأشاد بحالة الانضباط والالتزام التي يفرضها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. ونقل المدير التنفيذي إلى كابتن محمد يوسف تحيات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وتأكيده على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تنفيذ معسكر خارجي على أعلى مستوى. ايضا هناك ترتيبات داخليه خاصه باداره النادي الاهلي لاستقبال فريق تاونشيب ومباراه الجوله الثالثه ستكون على استاد برج العرب حتى هذه اللحظات، فبالتالي هناك استعداد خاص بالنادي الاهلي في الفتره القادمه لاقامه هذه المباراه على استاد برج العرب. فريق باذن الله من المقرر عودته ان شاء الله مساء يوم 9 يعني مساء يوم الاثنين القادم، ثم يوم الثلاثاء سيكون هناك راحه سلبيه للفريق ثم يبدا ويستأنف تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لخلاص بقى مباراة تاونشيب والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بحوالي 96 ساعة وخوض مباراة ودية في برج العرب. أيضا هناك اختبار طبي لحمودي بسبب آلام العضلة الضمة. أحمد حمودي يمكن تعرض لإصابة في العضلة الضمة، وبالتالي كابتن محمد يوسف المدرب العام أكد على أن إصابة أحمد حمودي في العضلة الضمة جاءت في التدريبات الأخيرة قبل خوض المباراة الودية، وأن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فضل منح اللاعب راحة من المشاركة في لقاء أولمبيا السلوفيني أمس الجمعة لهذا السبب. نتمنى يا رب تكون إصابة خفيفة لأحمد حمودي، آلام العضلة الضمة بتبقى من الإصابات الرخمة محتاجة شوية وقت عشان يقدر يجهز ويدخل مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات
الرسمية. زي ما قلنا لكم يمكن كارتيرون قرر خلاص ان الفريق بعد مباراة يوم الاثنين ان شاء الله سيعود الى القاهرة ويحصل على راحة سلبية يوم الثلاث، ثم يبدأ مشواره ويستأنف تدريباته بإذن الله عصر يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويسافر الفريق بإذن الله يوم الخميس لخوض معسكر مغلق في برج العرب وإقامة مباراة ودية استعدادا للتاون شيب. بنأكد لكم ان باتريس كارتيرون يعني زي ما هو حدد التدريبات خلال الفترة القادمة، الراجل كان حريص جدا وهو في كرواتيا يحدد شكل الفريق خلال الفترة القادمة والبرنامج الزمني، وكل يوم الفريق بالظبط البرنامج بتاعه يبقى ماشي ازاي، حتى موعد المباراة يوم 17/7 في الساعة 9 مساء على استاد برج العرب. الفريق حتى كان من المقرر في بداية المعسكر الأوروبي ان هو يعود صباح يوم الثلاثاء او يعني عصر يوم الثلاثاء، يعني الفريق كان هيبقى في مبيت في كرواتيا ويعود بعد المباراة من سلوفينيا الى كرواتيا ويحصل يتواجد في كرواتيا ويسافر في اليوم التالي صباحا، لكن فضل كارتيرون ان يكون في استفادة بعنصر الوقت، ان الفريق مش محتاج يبات في كرواتيا يوم اضافي، يلعب المباراة ويرجع بسرعة للقاهرة وياخد يوم راحة بعد الوصول ويستأنف تدريباته يوم الاربعاء في الجزيرة. يمكن في بشكل عام بالنسبة للجهاز الفني خلال الفترة القادمة لو تلاحظوا بيطلع من معسكر على يوم راحة سلبية ثم يدخل على معسكر آخر عشان دايما يكون الفريق قافل على نفسه ويستعد بشكل جيد لمباراة تاونشيب. ومش هزيع عليكم سرا ان الجهاز الفني شايف ان المباراتين القادمتين امام تاونشيب مباريات حاسمة، يعني حتى الراحة لو يوم واحد زي يوم الثلاث الجاي محتاج يستأنف مباشرة تدريباته يوم الاربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، فالجهاز الفني بيحاول يستفيد من عنصر الوقت بشكل كبير جدا عشان يقدر يجهز للمباراة الأفريقية. وده يدل على شيء بيدل على حتى ان ميعاد معسكر فريق النادي الاهلي في اسكندريه هيكون يوم 12/7 والمباراه يوم 17، فانت هتكون متواجد في المعسكر المغرق قبلها باربع خمس ايام. الجهاز الفني حدد يوم 12/7 موعدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء تاونشيب، خمس ايام مع اقامه مباراه وديه، يبقى الجهاز الفني بيحاول قدر الامكان يقفل على الفريق بشكل جيد عشان يوصل للأعلى معدلات اللياقة البدنية وأعلى معدلات اللياقة الفنية والتوليفة الفنية الخاصة بالفريق في ظل كمان عودة الدوليين، وامبارح شارك عدد من اللاعبين الدوليين في المباراة الودية سواء ببداية محمد الشناوي في حراسة المرمى أو حتى سعد سمير في خط الدفاع، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا أن كابتن أو مستر باتريس كارتيرون دفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لأول مرة بعد انضمام أيمن أشرف لقائمة فريق النادي الأهلي أن يلعب في هذا المركز الأساسي والرئيسي بالنسبة له كظهير أيسر. طيب للمزيد من التفاصيل نروح إلى كرواتيا مع زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أولا أمير برحب بيك وطمنا عليك وعلى بعثة فريق النادي الأهلي. أمير يبدو طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال بامير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. طيب على ما يجهز امير احنا بنتكلم طبعا عن استعدادات فريق النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، مباراه وديه كانت مفيده جدا بالنسبه للجهاز الفني بالامس امام اولمبيا السلوفيني انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، والتشكيله اللي بدا بيها كارتيرون بدا المباراه بثلاثه لاعبين دوليين رغم ان الدوليين انضموا للتدريبات ومعسكر الاهلي في كرواتيا قبلها ب 48 ساعه، لكن واضح بشكل يعني لافت للنظر حتى اثناء اقامه المؤتمر الصحفي للجهاز الفني قبل السفر الى كرواتيا ان كان في تفكير بشكل كبير جدا ان اللاعبين الدوليين يكون الشغل معاهم بيبدا من يوم 26/6 مجرد ما ينتهي المنتخب الوطني من مباريات كاس العالم، يكون في شغل مع اللعيبه سواء اللعيبه اللي كانت بتشارك في مباريات المنتخب او اللعيبه اللي لم يحالفها الحظ وكانت في معسكر المنتخب في روسيا لكن ما شاركتش في اي من المباريات الثلاثه سواء امام اوروجواي او روسيا والسعوديه. المباراه الوديه يوم 12 او يوم 13/7 تكون المباراه في برج العرب عقب وصول الفريق ب 24 ساعه، لم يتحدد طرفها حتى الان. يمكن فريق النادي الاهلي والمستر باتريس كارتيرون بيحاول قدر الامكان يشوف مباراه يعني تكون ليست بنفس القوة مع الأندية المحلية هنا في مصر عشان خلاص انت داخل على أربع أيام على مباراة تاونشيب، لكن في نفس الوقت محتاج فريق يكون في المتناول عشان تطبق الفكر اللي انت عايزه في مباراة أفريقيا وفي نفس الوقت تطبق التشكيلة الأساسية اللي انت هتبدأ بيها المباراة الأفريقية. ومهم جدا في هذه الفترة ان يكون كل اللعيبة في حالة بدنية وفنية متميزة وفي نفس الوقت يكون الفريق كامل الصفوف، يعني مفيش وقت ان اللعيبة يتعرض لإصابة ويبتعد عن صفوف الفريق في ظل ان الوقت هيكون ضيق جدا على مباراه تاونشيب. طيب نرجع تاني الى كرواتيا مع مراسلنا امير هشام. امير اولا برحب بيك
وطمنا عليك وعلى البعثة بشكل عام بعد مباراة الودية بالأمس أمام أولمبيا السلوفيني. برحب بك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني البعثة كل شيء ماشي بنسبتها بشكل جيد جدا، الأمور ماشية بشكل ممتاز بالنسبة لمعسكر الفريق هنا في كرواتيا، وخصوصا بعد المباراة الودية بالأمس أمام فريق أولمبيا السلوفيني واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان أحرز هدف النادي الأهلي وليد سليمان. كانت مباراة مفيدة جدا جدا من الناحية الفنية بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين، خصوصا فريق أولمبيا السلوفيني ده بيستعد هو الآخر لبطولة دوري أبطال أوروبا والأدوار التمهيدية في هذه البطولة، فبالنسبة له أيضا كان احتكاك قوي، فكانت مباراة قوية استفاد منها الفريقين، واحنا بالتحديد بنتكلم عن النادي الأهلي اللي استفاد أكبر استفادة من هذه المباراة. خليني اقول لك طبعا المباراه شارك فيها بعض الدوليين، يعني الجهاز الفني فضل بعد ما كان في تفكير ان بعض الدوليين ما يشاركوش او الدوليين بشكل كامل ما يشاركوش في هذه المباراه، لكن فضل اشراك البعض اللي ما كانش بيشترك في المباراه الرسميه بالنسبه لمنتخب مصر عشان يطمن على حالتهم ويطمن على جاهزيتهم البدنيه والفنيه للمرحله المهمه المقبله. يعني امبارح مثلا شارك سعد سمير في بدايه المباراه، ايضا ايمن اشرف شارك، محمد الشناوي ايضا شارك في المباراه، احمد فتحي بس ما شاركش، كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه، وخصوصا احمد فتحي عنده اجهاد شويه من المشاركه مع منتخب مصر في الثلاث مباريات في كاس العالم بشكل كامل، فبالتالي الامور ماشيه بشكل جيد جدا. النهارده المران بالنسبه للفريق يعني ابتدى منذ حوالي 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير، المران مسائي بس وعلى فتره واحدة بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة عشان يواصل استعداداته إن شاء الله من خلال هذا المعسكر اللي ناجح بشكل كبير جدا يا محمد بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وبيحققوا أهدافهم من هذا المعسكر بشكل كبير جدا. طيب أمير، معدل التغييرات في المباراة، يعني شفنا معدل تغييرات قليل جدا، الجهاز الفني كان عايز يستفيد بإيه في هذه المباراة والتغييرات ليه كانت قليلة؟ هل اتكلمت مع الجهاز الفني، اتكلمت مع كارتيرون في تفكيره في هذه المباراة وبدايته بالدوليين وأيضا كمان في تغييراته القليلة، ما كانش معدل تغييرات كتير وهو كمان سايب عدد آخر من اللاعبين يشارك في المباراة الودية الثانية؟ بالظبط، هو يعني فكر الجهاز الفني ان احنا خلاص يا محمد زي ما انت عارف العد التنازلي لمباراه تاون شيب خلاص يعني قرب، المباراه قربت بشكل كبير جدا، فبالتالي الجهاز الفني كان بيحاول ان هو يثبت على عدد من اللاعبين اللي يكون هو مستقر عليهم في ذهن الجهاز الفني ان هم يبتدوا اساسي في مباراه تاون شيب، فبالتالي التغييرات ما كانش كتير عشان يقدر الجهاز الفني يستقر على مجموعه معينه من اللاعبين وامكانياتهم ويطمئن على التشكيل بالنسبه له الانسب للبدء بهذه المباراه سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه، عشان كده امبارح ما كانش فيه تغييرات كتير بالنسبه لفريق النادي الاهلي في المباراه، لكن ده شيء كان مهم وضروري من وجهه نظر الجهاز الفني عشان يقدر يستقر بشكل كبير على النواحي البدنيه والنواحي الفنيه الخاصه بتشكيل النادي الاهلي الاساسي. وخليني اقول لك ان يعني نسبه كبيره من اللي شاركوا امبارح هم دول اللي هيكونوا متواجدين او متواجدين بالتشكيل الاساسي الخاص بالنادي الاهلي في مباراه تاون شيب ان شاء الله. بنسبه كام مثلا يا امير، بما انك انت متابع مع الفريق ومتواجد معاهم، بنسبه كبيره ولا في لعيبه ممكن يعني يتغيروا في المباراه الثانيه الوديه، لان كمان في مباراتين، في مباراه تختم بها المعسكر وفي مباراه ثانيه في برج العرب؟ يعني بنسبه 70% ممكن يكون الجهاز الفني استقر خلاص على التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه المرحله الجايه مباراه فريق تاون شيب، لكن لسه زي ما احنا بنقول في مباراه وديه اخرى ان شاء الله يوم الاثنين هنا في المعسكر، ومباراه اخرى يوم 12 في معسكر النادي في الاسكندريه في برج العرب بالتحديد، واول يوم للمعسكر بالنسبه للفريق هيكون مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي، ساعتها من خلالها اكثر ممكن الظروف تتغير، ممكن فكر الجهاز الفني يتغير، وده مترتب على القدرات الفنيه واثبات لاعبي النادي الاهلي لقدراتهم خلال المعسكرات المختلفه في المرحله دي، فبالتالي كل شيء لسه وارد ولسه الخيارات كلها مفتوحه بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للتشكيل، لكن في بعض الاسماء اللي اكيد مستقر عليهم مستر باتريك كاسترون وكابتن محمد يوسف ان هم ان شاء الله يكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي في هذه المباراه المهمه جدا اكيد امام فريق تاون شيب، وهي مش مباراه واحده، هم مباراتين مصريين جدا زي ما احنا عارفين يا محمد بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. طب امير، المباراه الثانيه يمكن حسب ما عرفت النهارده ان الكابتن سمير عدلي كان ليه زياره بيحاول يشوف المباراه الثانيه هتكون في نفس المكان ولا يبقى في مكان اخر عشان الفريق يستعد جيدا ويسافر كمان مبكرا لخوض هذه المباراه، في نفس المكان اللي خضتوا بيه المباراه الاولى ولا المكان هيتغير، وتوقيت المباراه كمان يوم الاثنين الساعه كام؟
طيب خليني اقول لك ان مكان المباراه غير مكان المباراه الاولى، مكان المباراه الاولى يمكن كان بعيد شويه، استغرقنا وقت في الذهاب وفي العوده، فبالتالي الجهاز الفني بيفضل ان المباراه الثانيه تكون قريبه، يعني اقصى تقدير المسافه تكون 45 دقيقه بالكثير تجنبا لجهاز اللاعبين. فبالتالي كابتن سمير عدلي المدير الاداري بالنسبه للفريق بيقوم بالمناسبه يعني مجهودات كبيره جدا 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 في هذا المعسكر، ويمكن انجز بشكل كبير اقامه هذا المعسكر. الراجل يعني عمل مجهود كبير في هذه الجزئيه، فهو بالتالي النهارده يعني راح يشوف مكان الملعب اللي هيلعب فيه النادي الاهلي المباراه الثانيه، ويبلغ الجهاز الفني بالمده الزمنيه بتاعه التحرك من مقر اقامه النادي الاهلي في كرواتيا لمكان الملعب اللي هتقام عليه هذه المباراه الاخرى. فلسه كابتن عدلي ما رجعش لحد دلوقتي، لسه مش عارفين الامور هتستقر على ايه في النهايه، لكن خليني اقول لك ان المباراه كانت مقرر ليها الساعه 6 مساء، وده كان في حاله النادي ان النادي الاهلي هيعود يوم 10 من كرواتيا، لكن بعد تعديل موعد عودة النادي الأهلي، النادي الأهلي هيتحرك من كرواتيا يوم 9 الساعة 11 بالليل، يوصل بدري يوم 10 إن شاء الله الساعة 2 أو 3 بالليل بالتحديد. فبالتالي من خلال الـ هذا الاتجاه تم تحديد موعد المباراة إن هو يكون إن شاء الله الساعة 4 مساء عشان يخلص الفريق المباراة ويتجه مباشرة. تم تقديم موعد المباراة يعني. بعد المباراة هيكون الساعة 4 حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي، وبعد ما يخلص إن شاء الله فريق المباراة الساعة 6 هيتجه مباشرة يعني لمطار زغرب في كرواتيا عشان تتحرك الطيارة الخاصة بالفريق في اتجاه العودة إن شاء الله لمطار القاهرة سليمة. هو بالفعل يا أمير مجهودات كبيرة جدا ومجهودات مضنية لكابتن سمير عدلي، نعلم أنه هو بيتابع كل صغيرة وكبيرة في معسكر الأهلي في كرواتيا، مش سايب حاجة للصدفة إلا لما يكون بالفعل عارف الأول التوقيت والمكان والزمان اللي الأهلي هيروح في المباراة الودية أو مكان المعسكر، وحتى لما سبق البعثة ورتب ليه مكان المعسكر بشكل جيد جدا. طيب أحمد حمودي، يعني أحمد حمودي إصابة أحمد حمودي يمكن الخبر جاي لنا إن هي آلام في العضلة الضمة، لكن هل دكتور خالد محمود طبيب الفريق يعني حدد المدة الزمنية اللي هيغيب فيها أحمد حمودي؟ مباراة تاون شيب خلاص بتتكلم في حوالي 10 أيام، يلحق المباراة ولا أصبح خارج حسابات المباراة الأفريقية؟ لا لا، احمد حمودي مش خارج الحسابات خالص، احمد حمودي يمكن عنده اجهاد خفيف قوي في العضله الضامه، يعني خلال ثلاث اربع ايام ممكن يشارك عادي في التدريبات، مفيش مشكله يعني على معسكر النادي الاهلي في اسكندريه ان شاء الله هيكون لائق 100% لخوض التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، وده طبقا لتحسن الحاله بالنسبه له، لكن الاصابه مش مقلقه خالص، مش هتبعد احمد حمودي عن الصوره، وهو امامي دلوقتي في الملعب بيعمل بعض التدريبات التاهيليه طبعا مع دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، بجانب احمد الشيخ وبجانب ايضا باسل علي اللي بيعملوا هذه التدريبات بسبب الاصابات المختلفه اللي بيتعرضوا ليها. لكن خليني اقول لك ان طبعا لسه وليد ازارو حتى الان ما بيشاركش في مباراه النادي الاهلي، بيشترك منفردا او بيأدي تدريبات النادي الاهلي بطريقه منفرده، فبالتالي وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني، ده بسبب ان خلاص اقتراب رحيل اللاعب للصين خلال ساعات اعتقد، فبالتالي الجهاز الفني عايز يركز على اللاعبين اللي مركزين معاه خلال الفتره دي اللي هيقدر يستفيد منهم في مباراه تاون شيب. احمد الشيخ امامي دلوقتي، يعني هو في البدايه كده عمل بعض التدريبات التاهيليه خفيفه، وانتم خلاص او دخل في التدريبات البدنيه مع الفريق بشكل كامل او بشكل جماعي، فده يمكن خبر واحنا بنتكلم معاك دلوقتي يا محمد امام ملعب مران النادي الاهلي، احمد الشيخ ابتدى يخش في التدريبات الجماعيه النهارده مع النادي الاهلي، الواضح انه خلاص تحسن بشكل كبير جدا من الاصابه اللي لحقت في الركبه ودزع في الركبه بالتحديد، فاكيد نتمنى له كل الشفاء ويكون متواجد مع النادي الاهلي خلال المرحله المقبله على حسب الجهاز الفني هيستقر على المجموعه اللي هتكون معاه في القائمه الافريقيه ولا لا. ده كل ما يخص الفريق وكل ما يخص لاعبي النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله كل التوفيق في المرحله دي عشان ان شاء الله يقدروا يحققوا اهدافهم من المعسكر الخارجي قبل معسكر اسكندريه ان شاء الله، عشان الهدف الاهم والاوحد بالنسبه للنادي الاهلي هو تخطي عقبتي فريق تاون شيب في سبيله نحو المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا كالعاده. لو في اي استفسار انا معاك يا محمد. اتفضل. شكرا ليك يا امير، بجد مجهودات كبيره جدا اطلعتنا على كل حاجه جوه معسكر فريق النادي الاهلي سواء في المباراة الودية بالأمس واستعداد الجهاز الفني للمرحلة القادمة، كل شيء. أنا بشكرك جدا يا أمير وموفقين يا رب خلال الأيام القادمة، وأيضا فريق النادي الأهلي يعود بإذن الله بسلامة الله إلى القاهرة بإذن الله فجر يوم الثلاثاء استعدادا للمرحلة القادمة، وخلاص داخلين في مراحل أخيرة واستعداد أخير لمباراة تاون شيب
ما فيهاش هزار المباريات القادمه، يعني مطلوب من الكل خلال الفتره الحاليه وخلال الفتره القادمه يصدر صوره حتى للاعيبه وللجهاز الفني ان كل ورا الفريق في مباراه تاونشيب، لا حديث يعلو او لا صوت يعلو على صوت مباراه الاهلي وتاونشيب في البطوله الافريقيه، مباراه الجوله الثالثه ومباراه الجوله الرابعه، ست نقاط مهمين جدا جدا لفريق النادي الاهلي للتواجد في صداره المجموعه، لان بعدها مباشره هناك مباراه في تونس هتكون مع الترجي، هتكون مباراه صعبه وهتكون بتحاول تتواجد في زعامه المجموعه والابتعاد بشكل جيد في صداره المجموعه قبل المباراه الاخيره ان شاء الله هتكون في مصر مع كامبالا سيتي الاوغندي. فبالتالي لا حديث ولا صوت يعلو عن مباريات الاهلي الافريقيه خلال الفتره القادمه، ودايما اللاعبين يعني دايما بيتابعوا السوشيال ميديا وبيشوفوا ما يكتب وما يقرا وما يقال في كل مكان، فبالتالي المطلوب من الجمهور الفتره الجايه ما يكونش عنده حديث ولا يتكلم الا على دعم الفريق في المباريات الافريقيه، وان ازاي نساند اللعيبه خلال المرحله القادمه وندي الثقه للجهاز الفني الجديد، لان الجهاز الفني محتاج الثقه بدري، محتاج المسانده من بدري، جهاز بيبدا اولى خطواته بمباريات افريقيه وست نقاط، يعني بيبدا مش البطوله من اولها لسه مباراه الذهاب والعوده، لا ده داخل في مرحله مباراه اشبه مرحله الخروج، يعني يا تكسب هتكمل، هتخسر لا قدر الله فهتخرج، فبالتالي الثقه مهمه جدا والدعم مهم جدا بالنسبه للجهاز واللعيبه في المرحله القادمه. مباراه تاونشيب بطل بوتسوانا ست نقاط للفريق بالتاكيد مهمين جدا في شهر 7 17/7 و27/7 في كابروني في بوتسوانا. معنا خبر برضو كمان مهم، يمكن العميد إبراهيم الجويني كان توفى أول أمس، وبالأمس كان هناك واجب العزاء في العميد إبراهيم الجويني، وبالتالي حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء لأسرة العميد إبراهيم الجويني رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق والذي وافته المنية مساء الأربعاء الماضي بعد مشوار حافل مع الرياضة المصرية. يعتبر الجويني من أشهر من علقوا على مباريات القمة الأهلي والزمالك في كرة القدم، وارتبط جمهور الفريقين بصوته وتعليقاته في مباريات القمة الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي. نتابع في التقرير التالي مشاهد من عزاء الفقيد الراحل. العميد الجويني قام وقيمة رياضية وأخلاقية كبيرة تعتز بها وتفخر بها الأسكندرية كلها. احنا يعني بنقول خالص العزاء لأسرته وخالص العزاء لأهل الأسكندرية كلها والجمهور مصر كله. الحقيقة قام وقيمة رياضية كبيرة وأخلاقية وكلنا بنعتز ونفخر به، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته. جويني يعني نموذج فريد لكل اللي عايز يشتغل في الرياضه من اول الف لحد اخر السطر واخر نقطه في اخر السطر. المثال الانتظام والالتزام والانجاز والتخطيط والنجاح في كل حاجه مسكها سواء في حياته المهنيه او في حياته الرياضيه. يعني جماهير الرياضة كلها في مصر كلها وفي الوطن العربي، لأن العميد إبراهيم الجويني رحمه الله يعني علامة من علامات الرياضة كلها في مصر وخارج مصر، وتم تكريمه من قبل يعني جميع المؤسسات العالمية. والحقيقة احنا بنفتخر ان احنا من أبناء النادي الأولمبي وأبناء الكابتن إبراهيم الجويني، ان هو أستاذنا ووالدنا وانا عاصرته من وانا كنت لاعب لغايه ما بقيت رئيس نادي، وكنا دايما نستانس بارائه وباقتراحاته. والعميد ابراهيم الله يرحمه عمره ما تاخر في ان هو يبدي النصح او يبدي المشوره
لأي حاجة فيها مصلحة النادي الأولمبي. شخصية محترمة، شخصية يعني عفيفة، شخصية كلنا على مستوى يعني العمل الإداري تعلمنا منه كثير جدا. كابتن إبراهيم الجويني راجل الالتزام تلاقيه في هذا الرجل، كل الناس بتحبه، الناس كلها بتقدره. يعني اللي شفناه امبارح في الجنازة قد ايه الناس حزينة على فراق كابتن إبراهيم الجويني. النهاردة في العزاء شايف قد ايه حضرتك كم الناس الموجودين، كل الشخصيات الرياضية المحترمة على مستوى مصر كلها جت وبتعزي في الكابتن إبراهيم الجويني، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كل رؤساء الأندية سكان اسكندرية أو على مستوى مصر كلهم ندى جاية تعزي شخصية فعلا جديرة بالاحترام، جديرة ان كلنا ان احنا نقف ونعزي فيها. ولكن انا بقول يعني اكيد مكانة الكابتن إبراهيم الجويني هيكون في مكان افضل من اللي احنا موجودين فيها. عودة من جديد بعد متابعة هذا التقرير وواجب العزاء في العميد إبراهيم الجويني رئيس اتحاد الكرة الأسبق ورئيس نادي الأولمبي، تغمد الله الفقيد بالرحمة يا رب إن شاء الله. هناك أخبار هامة جدا أيضا تتعلق باتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، في ظل أن الاتحاد خلال الفترة القادمة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يسعى إلى اختيار مدير فني جديد لقيادة المنتخب في السنوات القادمة، خاصة أن المنتخب لديه استعدادات خاصة بالنسبة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون إن شاء الله في شهر يونيو من العام القادم. يمكن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة كان تراجع عن شرط امتلاك خبرة المدرب اللي تعاقد مع المنتخب خبرة بالكرة الأفريقية، وبالتالي يعني قاعدة الانتشار أو القاعدة أصبحت واسعة بالنسبة لاتحاد كرة القدم في اختيار المدير الفني القادم بالنسبة لمنتخبنا الوطني. تمسك أبو ريدة بعدم وضع هذا الشرط في المعايير التي يتم على أساسها الاختيار من أجل إتاحة الفرصة للتفاوض مع أكبر عدد من المدربين. مجلس إدارة الاتحاد بيواصل جهوده من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي انتهى تعاقده مع آخر مباراة للفراعنة في كأس العالم. منتخب عنده مباريات مهمة جدا خلال الفترة القادمة، عنده 5 مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم. يمكن المباراة الأولى كانت أقيمت منذ سنة يعني منذ عام في تونس وخسرها المنتخب بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي 5 مباريات القادمة محتاج يحقق فيها أعلى رصيد من النقاط. التأهل سهل بالنسبة للمنتخب الوطني لأن المجموعة فيها 4 منتخبات، الصعود لأول المجموعة وثاني المجموعة، فبالتالي إمكانية تأهل المنتخب لكأس الأمم في الكاميرون هتكون بسيطة وسهلة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. لكن محتاجين بسرعة خلال الأيام القادمة نعلن بشكل رسمي عن المدير الفني القادم للمنتخب الوطني. خبرة إن هو أدار وتولى تدريب، إن المدرب اللي جاي تولى تدريب منتخبات أفريقية ليست هي المعيار الأساسي في اختيار المدير الفني القادم. هناك مدربين يعني أول ما جاءوا أفريقيا ما كانش حد عارفهم، حققوا نتائج كبيرة جدا وأصبح لهم اسم وسمعة كبيرة جدا. بالنسبة لهيرفي رينارد عندما جاء إلى القارة الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار ثم بعد ذلك مع منتخب زامبيا والآن مع المنتخب المغربي، ما كانش اشتغل في أفريقيا قبل كده لكن جه حقق نجاحات، وكان قبليه برونو ميتسو المدير الفني الأسبق للمنتخب السنغالي. تجربة الفيديو في كأس العالم عاملة حالة إثارة كبيرة جدا ما بين إن هي بتدي الحق لبعض المنتخبات الكبيرة وبتظلم بعض المنتخبات الصغيرة، وبيبقى فيها تبادل وجهات النظر بين حكم المباراة حكم الساحة ولجنة الخاصة بمتابعة تجربة الفيديو الفار في كأس العالم. مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قرر إن هو يلغي تجربة الفيديو في الموسم المقبل موسم الدوري 2018-2019 بسبب التكاليف العالية للتجربة، في حالة رغبة اتحاد الكرة تطبيقها بالشكل الذي تجرى عليه في كأس العالم 2018 والمقام بروسيا. قدامنا صورة مختلفة تماما. الصورة الأولانية لما اتحاد الكرة جرب وحب يعمل تجربة الفيديو كان من خلال مونيتور زي ما احنا شايفين في الصورة مع حكم الدولي كابتن محمد الحنف اللي معانا في الصورة، فكانت التجربة يعني بجد كانت بعيدة تماما عن الاحترافية ولم تلقى القبول. شوف الفرق الشاسع، هناك أكثر من 4 حكام بيتابعوا من خلال تجربة الفار الخاصة بمتابعة مباريات كأس العالم، وأيضا مع الكاميرات الأساسية مع اللجنة المتواجدة بالخارج هناك كاميرا أيضا لحكم الساحة
بيقدر يستعين من خلالها ويشوف الإعادة إذا كان لديه رغبة في متابعة القرار اللي اتخذه ويناقش فيه اللجنة الموجودة معاه، لكن في النهاية القرار لحكم الساحة. لو هتطبق بالشكل ده في الدوري المصري هتتكلف تكلفة كبيرة جدا، من الصعب إنها تتطبق في الكرة المصرية مش في الدوري المصري بس. اتحاد الكرة قال مش هقدر أتحمل هذه التكاليف بسبب الأزمات المالية، على الرغم من سر نجاح التجربة في كأس العالم وتقليل الأخطاء. قلنا التجربة في كأس العالم هي نجحت بس مش بنسبة كبيرة، قللت الأخطاء، لكن في بعض الأحيان كان في بعض الحكام بيقول لك لا، يعني برضو حتى لو الفيديو بيثبت عكس وجهة نظري كان برضو بيحب ان هو بينفذ وجهة نظره في بعض القرارات، لكن الكلام ده ما كانش بيحصل على المنتخبات الكبيرة على فكرة، وكان في إثارة في عدد من القرارات سواء في مباراة المغرب وأسبانيا الأخيرة اللي انتهت 2-2 بالنسبة للمنتخبين، وكان في قرارات سلبية على المنتخب المغربي. أيضا مباراة مصر والسعودية الكرة اتعادت كذا مرة، ضربة الجزاء اللي احتسبت على علي جبر. عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة أيضا كان اتكلم في هذا الملف، وهو رئيس لجنة الحكام وعنده تفاصيل في هذا الملف، قال إن تجربة الفيديو بالشكل الموجود فيه في كأس العالم سيكون من الصعب تطبيقها على الكرة المصرية. ويمكن عصام عبد الفتاح طبعا حكم دولي وشارك في كأس العالم عام 2006، لكن هذه المرة طبعا كان جهاد جريشة حكم مصري آخر شارك في كأس العالم ولم يحالفه التوفيق سوى في إدارة مباراة وحيدة، مباراة إنجلترا وبنما في الدور الأول. نذهب إلى كأس العالم والمراحل النهائية والختامية. يمكن عندنا مباريات حاسمة ومثيرة. إنجلترا تأهلت إلى نصف نهائي المونديال بعد الفوز على السويد بهدفين مقابل لا شيء. منتخب الإنجليزي تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على السويد 2-0 في مباريات دور الثمانية. سجل للمنتخب الإنجليزي الهدف الأول هاري ماجوير في الدقيقة 30 قبل أن يسجل ديلي إلي الهدف الثاني في الدقيقة 59. تأهل المنتخب الإنجليزي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب البلجيكي اللي تأهل أيضا للدور قبل النهائي. إنجلترا كانت فازت على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح في دور 16 بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي، ثم تغلب على المنتخب السويسري 1-0 في دور 16. المنتخب الإنجليزي بينتظر الفائز من مباراة روسيا وكرواتيا. روسيا هي البلد المضيف وصاحبة التنظيم لكأس العالم عام 2018، ستواجه المنتخب الكرواتي. مباراة ستكون يعني فيها معدل جري غير طبيعي بين المنتخبين. المنتخب الكرواتي إحدى مفاجآت هذه البطولة من خلال عدد من اللاعبين المميزين خاصة في وسط الملعب. لديه رمانة الميزان في ريال مدريد لوكا مودريتش وأيضا راكيتيتش نجم خط وسط فريق برشلونة، وهناك كوفازيتش والعديد من اللاعبين المميزين في المنتخب الكرواتي. المنتخب الإنجليزي من المقرر أن يواجه الفائز بين روسيا وكرواتيا، والمباراة روسيا وكرواتيا إن شاء الله ستقام اليوم في الساعة 8 مساء. المنتخب الإنجليزي تأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 90. في مونديال 90 في إيطاليا احتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع، يعني إذن بعد 28 سنة المنتخب الإنجليزي بتأهل لمرحلة الدور السيمي فاينال، مرحلة الدور قبل النهائي. وفي نفس الوقت المنتخب البلجيكي بالأمس بعد ما فاز على المنتخب البرازيلي 2-1 بيتأهل للدور قبل النهائي بعد غياب 32 سنة عن هذا الدور. آخر مرة المنتخب البلجيكي تأهل للدور قبل النهائي كان في مونديال 86، كأس العالم 86 كان آخر كأس عالم بلجيكا وصلت فيه مرحلة الدور قبل النهائي. فبالتالي الدور قبل النهائي في هذه البطولة بيحمل المفاجآت الكثيرة. بلجيكا تتواجد في مواجهة فرنسا وهتكون مباراة مثيرة جدا، وكل التوقعات تشير إلى أن الفائز بهذه المباراة بعد الوصول إلى المباراة النهائية سيقترب بنسبة تقترب من حوالي 70-80% للفوز بكأس العالم. ايضا كرواتيا وروسيا مباراة مثيرة، محدش كان يتوقع ان روسيا تصل لهذه المرحلة من الادوار النهائية. مباراة مهمة جدا للمنتخب الروسي وسط جماهيره وفي ملعبه، هتكون مباراة مثيرة هتقام وسط جماهيره على ملعب فيشت الاولمبي بمدينة سوتشي في ختام منافسات دور الثمانية في كأس العالم المقامة حاليا في روسيا. روسيا دخل المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعدما اطاحت باسبانيا حامل لقب نسخة 2010 في جنوب أفريقيا. وخلال السنوات الأخيرة والبطولات الأخيرة كلما يفوز منتخب بكأس العالم إما يخرج من الأدوار الأولى دور المجموعات أو يخرج مبكرا من دور 16. فبالتالي روسيا حققت مفاجأة بالفوز على أسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية، وعندها مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب الكرواتي الذي حقق نتائج رائعة على سيما بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني في انطلاقة هذه المباريات المجموعة بـ3 أهداف مقابل لا شيء.
روسيا ايضا بتصدر عمله جديده حال تاهلها لنصف النهائي. يعني هناك خبر مهم للبنك المركزي الروسي، اعلن انه سيصدر صق عمله جديده في حال فوز المنتخب الاول على نظيره الكرواتي وتاهله من ثم الى مرحله الدور قبل النهائي. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا كان نشر على تويتر صوره للعمله الجديده التي اعلن عنها البنك المركزي الروسي وهي نصف روبل. مباريات هامه والكل بيحاول قدر الامكان يظهر بشكل جيد في كاس العالم، لكن بالطبع يعني هذه المباريات المثيرة والمواجهات الحاسمة بنشوف فيها مباريات كبيرة جدا وبنشوف أحداث غريبة. يعني حتى فوز المنتخب البلجيكي على البرازيل كانت دراما كبيرة جدا لجمهور السيليساو الجمهور البرازيلي بعد خسارته بالأمس أمام بلجيكا. ومباراة فرنسا وبلجيكا قبل ما أختم نشرتنا الرياضية يمكن في نقطة مثيرة، يعني المنتخب البلجيكي أحد أفراد الجهاز المعاون في الجهاز الفني تيري أونري نجم المنتخب الفرنسي والحائز على كأس العالم في فرنسا عام 98 هو ضمن الجهاز المعاون والجهاز الفني للمنتخب البلجيكي، ودوره داخل الجهاز الفني الشق الهجومي مع إيدن هازارد ودي بروين والمهاجم لوكاكو أحد المهاجمين المميزين في هذه البطولة. فبالتالي فرنسا وبلجيكا هتكون مواجهة مثيرة، أصدقاء اليوم هم منافسين الغد في مباراة الدور قبل النهائي، وعنوان هذه المباراة هي مباراة فرنسا وبلجيكا اللي بإذن الله هتكون يوم الثلاثاء القادم. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.